مشهد كاد أن يغيب من ذاكرة اليمنيين منذ انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع وتحول الجيش اليمني إلى مجرد أداة قتل لأبناء الشعب اليمني. هذا المركز هو النوع الأولى لإعداد جيش وطني يمتاز بالانضباط العسكري وبالاحتراف في القتال. المركز هذا الدورة أو كتيبة المهام الخاصة التي تم تأهيلها في هذا المركز إن شاء الله سترفد جبهات القتال بالمقاتلين المحترفين المدربين الذين يمتازون بالطاعة وتنفيذ الأوامر، وأيضا هم النواة الأساسية لبناء جيش وطني صحيح. تحتفل اليوم قيادة اللواء 35 مدرع بتخرج الدفعة الثانية من المركز التدريبي التابع للواء كتيبة المهام الخاصة بعد أشهر من الإعداد والتدريب والتأهيل. لا يمكننا أن نجد وطن بدون جيش وطني، من هنا كانت البداية، وكان أمر الله قائد اللواء بتشكيل المركز التدريبي. التحق في المركز 450 فرد، واصلوا في الدورة واستكملوا الدورة 230 فرد تقريبا، 230 بالضبط. اجتازوا الاختبارات 117 فرد. هي سرية المهام الخاصة ضمن الكتيبة الأولى مهام خاصة. مهارات قتالية وتكتيكية متقدمة اكتسبها هؤلاء المجندين، والأهم من ذلك تعزيز روح الانتماء الوطني لديهم. تم توزيع الدفاع على 6 تخصصات حسب الحاجة المريحة للقتال في الجبهات، وكما تعلمون أن القتال في الجبهات في الجبهات المحيطة بالمديرية والمديريات التي في إطار اللواء 35 هي مناطق جبلية. الإمكانيات الشحيحة لم تمنع قيادة اللواء 35 من إنشاء المركز التدريبي المكلف بمهمة إعداد وتأهيل المقاتلين كي يلتحقوا بجبهات القتال، وقد اكتسبوا ما يكفي للمشاركة في التحرر من مشروع الانقلاب. وجود جيش وطني يكون ولاءه للوطن لا غير هو الضامن الأساسي والوحيد لبناء دولة مدنية حديثة، وهذا ما دأبت عليه قيادة اللواء 35 مدرع بتأهيل مقاتليها. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من المركز التدريبي للواء 35 مدرع تعز.